في الماضي كانت عملياتنا المصرفية مقتصرة على عد النقود، وتطورت الخدمات لتظهر دفاتر الشيكات ثم بطاقات الائتمان فالصراف الآلي، وعلى مر السنين أصبحنا ندير أموالنا بسهولة أكثر عبر الشاشات وخدمات الهاتف الجوال. واليوم بفضل تقنيات الهواتف الذكية أصبحنا نقدم لكم الأفضل، الخدمات المصرفية عبر الجوال، خدمات مصرفية بلا حدود لعالم بلا حدود.